تستمعون إلى العدد الأول من مجلة بيم إربيا بصوت دعاء يوسف، مقال بعنوان الحوار مع البيم بقلم عمر سليمان. أهلا بحضرتك، نتعرف عليك. اسمي هو البيم، وهو اختصار لبيلدينج انفورميشن موديلينج. بيلدينج خاص بالمباني كالمدارس والمنازل والمصانع والبيوت والأبراج والشوارع والمدن أيضا. Information وجود معلومات تفيد في عملية البناء وليس مجرد مجسم أو هيكل. وموديلينج نموذج وتمثيل مرئي للمعلومات، كأنك ترى مكت أمامك ثلاثي الأبعاد وليس لوحة أوتوكاد. ولكن أنا لست ثلاثي الأبعاد فقط مثل الماكس، بل غني بالمعلومات، فكل عنصر به كل المعلومات التي تحتاجها مثل الحائط والباب. تجد معلومات عن نوع المواد والدهانات ومقاومته للحريق. طيب، هو حضرتك جديد في سوق الإنشاءات؟ لا، أنا كنظرية موجود من 1970، لكن سبب عدم انتشاري سابقاً هو الأجهزة، حيث أن الأجهزة وقتها كانت ضعيفة وقديمة للغاية. لم يكن ممكناً تمثيل خصائص البناء في نموذج رقمي، وكان أول تنفيذ لي في إطار مفهوم البناء الظاهري هو برنامج أركيكاد في بداية 1987. طب ليه كل الاهتمام وتسليط الضوء على حضرتك في الأيام دي؟ لأسباب كثيرة، منها توفر أجهزة يمكنها عمل نموذج رقمي به كل المعلومات اللازمة عن البناء، وكذلك الاتجاه الحالي لبناء الكثير من المدن الفريدة التي لم تصمم من قبل. فلو أنك تعيد نفس البناء وتكرره كما كان يحدث في المجتمعات السكنية، فإنك ستعيد نفس التصميم بدون مشاكل. لكن بناء برج جديد كبرج خليفة أو المملكة أو برج العرب به خصائص فريدة، يجب عمل نموذج لمعرفة هل سيتحمل أم لا، كم ستبلغ تكلفته، هل ستكون هناك مشاكل في استهلاك الطاقة؟ أيضا هناك المشاكل التي حدثت من استخدام تكنولوجيا الكاد، حيث كان اكتشاف الأخطاء يحدث في الموقع وبعد صب الخرسانة وأثناء التركيب نكتشف وجود التعارضات. كلما طبقت في مكان تطبيقا صحيحا أثبت نفسي ويزداد الاهتمام بي. لذلك يتم عمل الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه عني، وهناك دول كثيرة جعلته إجباريا، وهناك رؤساء دول تكلموا عني مثل رئيس أمريكا باراك أوباما. ولكن في شائعات كتير عن حضرتك الأيام دي. نعم، الكثير والكثير، فالناس تسمع عني ولم تسمع مني. أكثر هذه الإشاعات أنني برنامج، وبعض برامج التوك شو تقول أنني ريفت. أنا لست برنامج، أنا مجموعة من التقنيات وأساليب العمل أو الفلسفة. أي برنامج يحقق هذه الفلسفة فهو برنامج بيم. لو الوورد أو الرسام استطاع رسم نموذج للمبنى به كل المعلومات المطلوبة واستطاع حل التعارضات وعمل الحصر في ثانية فهو بيم. لو أكبر برامج العالم لم يفعل ذلك فهو ليس بيم. مثل الأوتوكاد، عندما أضيف له أدوات لرسم الحوائط والأبواب أصبح اسمه أوتوكاد أرك، وهو أحد برامج البيم. أكرر، لا يوجد برنامج اسمه بيم. أنا تقنية، أسلوب في العمل. الإشاعة الأخرى أنني ثلاثي الأبعاد، أي أن الفرق بيني وبين الكاد هو عد وانتهى. أنا بلا فخر 3D، 4D، 5D، 6D إلى ما لا نهاية. عندما تدخل البيانات صحيحة فلا حد لما يمكن أن تحصل عليه. مثل الفوردي، الزمن، يمكنك أن ترى أرض المشروع فارغة، ثم ترى الحفر وتبدأ الأساسات في الظهور، ثم الدور الأرضي والدور الأول وهكذا. 5D التكاليف، ليس مجرد تكلفة عنصر مثل الباب، بل تكلفة الباب وأجرة العامل وثمن المسامير ولو يوجد مقاول من الباطن. كما يمكن الاستفادة أيضا مني في السيفتي وفي إدارة المشروعات وفي التحكم في المبنى بعد تسليمه للعميل إلى ما لا نهاية. طيب، فيه إشاعة عن مشاكل بينك وبين الكاد، إيه مدى صحتها؟ إشاعة مغرضة، الكاد سيظل موجودا ولكن الاعتماد الأكبر في المباني سيكون عليه. وجودي كان لتغطية النقاط والمشاكل التي لم يستطع الكاد القيام بها. الكاد ميزته وعيبه أنه غير متخصص. هناك من يصمم به ملابس أو كروت معايدة، فهو كأنك ترسم على ورقة، ولكن أنا متخصص مباني كما يظهر في اسمي. لكن برنامج الإكسل لا يلغي وجود الورد. بعيدا عن العمل نحن أصدقاء ونسهر سويا. طيب، مين اللي يقدر يستفيد من حضرتك؟
الجميع تقريبا، وكل شخص يمكنه الاستفادة بعشرات الأشياء. سريعا، المصمم الذي يتشارك المعلومات في نفس اللحظة مع الآخرين بدلا من انتظارهم إلى أن ينتهون ويعيدون العمل أو التصميم. المعماري الذي يحصل على القطاعات والواجهات في ثانية واحدة ولا يضطر إلى أن يعدل في أكثر من لوحة. التعديل يحدث تلقائيا. الإنشائي يجد محاكاة لتصميم المبنى إنشائيا. القهروميكانيكال يجد الحصر جاهزا. المقاول الذي يعرف التكلفة الدقيقة قبل أن يدخل العطاء. الحكومة التي توفر الهدر في الإمكانيات. الأجيال القادمة التي ستجد عناصر البناء متوفرة. المستفيد الأعظم هو المالك. النفع الأكبر هو في فترة تشغيل المبنى، حيث أنني أعطيه معلومات كاملة وفورية عن مكان أي خطأ في نفس اللحظة. ولو كان خطأ بسيطا يمكنه إصلاحه مباشرة أو إرسال عاملا لإصلاحه. يمكن أن يدير فندقا كامل من خلال الجوال. طيب، هل في دراسة موثقة عن الفوائد من تطبيق البيم؟ هناك دراسة أجرتها ستانفورد يونيفرسيتي سنتر لي CIFE على 32 مشروع ضخم، وجدت أن يمكنك تفادي 40% من الأشياء المفاجئة أثناء التنفيذ. الدقة في استخدام حسابات التكاليف وصلت ل 97%. وفروا أكثر من 80% من الوقت اللازم لحساب التكلفة. توفير 10% من تكلفة المشروع. تقليل 7% من وقت المشروع. أظهرت أحد الاستبيانات التي أجرتها مؤخراً مؤسسة هيل ماك جرو بأن 3/4 مستخدمي البم في أوروبا الغربية أكدوا حصولهم على نتائج إيجابية ملموسة على استثماراتهم الكلية على تلك النماذج، مقابل 63% من مستخدمي البم في أمريكا الشمالية. طيب، هو لون حضرتك المفضل إيه؟ لوني المفضل هو الأخضر، ولذلك تجدني مهتماً بالجرين بيلدينج أو المباني الخضراء وكيف نصل إلى أفضل تصميم موفر للطاقة. وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. استنونا في حلقات جاية مع مقال جديد بألم جديد.